بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتصف الليل. مرحبا بك زميلي. مساء الخير عليك يا ميسون، ومساء الخير كمان على كل مشاهدي شاشة سودانية 24 ومتابعي برنامج منتصف الليل في كل مكان. باليوم فقدنا واحد ورمز من رموز البلاد، ينعى السيد رئيس مجلس إدارة قناة سودانية 24 والمدير العام والعاملين بالقناة بمزيد من الحزن والأسى الشاعر والكاتب الكبير استشاري الطب الشرعي والعدلي الراحل المغفور له بإذن الله الدكتور علي محمد السيد الكوباني، الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد صراع طويل مع المرض. يعد الراحل أشهر استشاري الطب الشرعي والعدلي، تتلمذ وتدرب على يده جيل معتمد من الأطباء الشرعيين، وتدرج حتى أصبح مديرا لمشرحة الخرطوم، ومن ثم انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا لقسم الطب الشرعي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حتى وفاته. برحيله فقدت البلاد شاعرا مجيدا كتب الكثير من الأشعار التي تغنى بها كبار المطربين. نعم. كما فقدت البلاد كاتبا صادحا برأيه وقلما منافحا داعما للثورة والتغيير والتحول الديمقراطي والانتقال إلى رحمة الله واسعة، ببركة هذا الشهر الفضيل، وأحسن الله عزاء أسرته وزملائه ومحبيه وأصدقائه وتلامذته وعارفي فضله وألزمهم الصبر وحسن العزاء. قدم الراحل عدة سهرات لقناة سودانية 24 يا ميسون. نعم، قدم من خلال هذه الشاشة التي تعتبر هي للجميع و عدد من الفقرات المختلفة، مثل برنامج إيقاع سوداني أصيل، وأيضا زهو الشباب مع كوباني. أيضا يعني هو إسهامات واضحة، وهو واحد من رواد العمل الاجتماعي الثقافي الفني، حتى المساعدات الإنسانية كان عنده جانب كبير. لذلك أفردت القناة حلقة خاصة إن شاء الله حتكون عن الراحل الدكتور علي كوباني. أكيد إن شاء الله في برنامج منتصف الليل حنخصص حلقة خاصة للراحل المقيم في القلب دائما إن شاء الله. تقبله الله. طبعا نحن من هذه المساحة حابين نقول إنه عدد كبير من السودانيين في الخارج مثلوا نوع من الدبلوماسية التي تعرف بالدبلوماسية الشعبية من خلال أدائهم العالي في عملهم، وكان هو الراحل علي كوباني له الرحمة والمغفرة كان منارة كبيرة لهذا النوع من العمل الاجتماعي الدبلوماسي الشعبي. إحنا ما بعيدين في موضوع الحلقة الليلة عن الحقوق والتمثيل من خلال المحاكم أو من خلال معرفة القوانين ودورها في تنمية المجتمع وإنسانيتها العالية. نعم أكيد يا ميسون، حلقتنا الليلة حلقة حتكون مزخرة بالعديد من المعلومات الخاصة بالمحامين، وكمان حنعرف تفاصيل كثيرة أكثر عن القضايا اللي بتكون أكثر حضورا بين المحاكم، وكمان طبيعة القوانين في السودان. عشان نتكلم في الموضوع ده أكثر سعيدين يكون معنا داخل هذا الاستوديو في برنامج منتصف الليل الأستاذ عماد يلجال. أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير وكل عام وانت بألف خير. مرحب بكم ومرحب بكل مشاهدي سودانية 24 والعزاء لأسرة ولكل الشعب السوداني في فقيد البلاد دكتور علي الكوباني. وأسمح لي أن أعزي نفسي وأعزيكم، أنا أول من تتلمس على يد علي الكوباني في معهد الإصلاح والتدريب القضائي في الخرطوم، وهو كان الأول دفعة نحن في المحامين أدانا محاضرات عن الطب العدلي أو الطب الشرعي، وكانت من أميز المحاضرات. وللأسف الشديد آخر وداع ودعنا به أنه كان فرض على أنه لما ينبش جثة فرضوا عليه أنه يأخذ الرسوم من هذه الجثة، فكان بيقول لنا ميت وخراب ديار. أنا حخلي السودان لأنه لا يمكن أنبش جثة وأشيل من أصحاب الجثة أدعى به، فكان زعلان جدا على هذه المسألة. واحد اثنين، كان بيقول لنا أنه أنا الوحيد اللي ما عند دكتور ما عنده عيادة، فبه هذه المهنة. صحيح. وكان بيقدم خدمات إنسانية كبيرة جدا للشعب السوداني، وكان من الناس الشطار لدرجة بعيدة جدا. صحيح. فتتلمزنا على يده، ده غير المواهب الثانية، وهو من جيل الفكاهة ومن جيل النكتة ومن جيل الطرفة، وكان
خفيف الظل حقيقة. صحيح. يعني كان يداوي الجراحات بالقصيد. تماما لا شك. تماما. الحديث يطول عن دكتور علي كوباني، يطول عنه كثير جدا، لذلك أفردنا خلقة مهمة جدا لابد أن أؤكد فيها، إنه علي الكوباني هو كان الطبيب الوحيد اللي كان بيسير القضايا في المحاكم بالتقارير الطبية الجاية من المشرحة، وهي اللي بتحدد سير القضية في كل دعوة جنائية. نعم. له الرحمة والمغفرة. لابد وأن ننوه أنه كان مفهوم. ونحيي الشعب السوداني كله برمضان إن شاء الله، ونقول إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومن جميع الخير والبركة والصلوات والدعوات في هذا الشهر المبارك، ونتمنى أنه في هذه السهرة أن نكون خفيفين الظل على كل المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. لابد وأن ننوه أنه كان مفروض يكون معنا الأستاذ المحاوي المحامي معاوية خضر، وأيضا الأستاذ المحامي جعفر كجو. نعم. تأخروا إن شاء الله، في أي وقت إذا هم وصلوا حنستضيفهم إن شاء الله. إن شاء الله حينضموا لنا لفقرتنا ولسهرتنا هذا اليوم. نعم. أنتوا حسة كده معنا، أنتوا حتفردوا بإنفراد كامل يعني. بس أنت شخصية متعددة يا أستاذ. نعم. أنت شخصية متعددة. الناس ما عارفة يعني أنه المحامي ده هو عنده القدرة يلعب كذا دور في المجتمع. نعم. وغير دوره في المحاكم عنده أدوار خارجية، إضافة لأنك أنت زميلنا طبعا. بالتأكيد. يعني أنت بالتأكيد. قدمت. نعم. عدد من البرامج. نعم. وأعديتها. نعم. لذلك الحلقة إن شاء الله حتكون خفيفة إن شاء الله الكريم. وندخل بمقدمة لدور القانون في نماء وتطور المجتمع. نعم. طيب أشكركم جدا، وأولا لو لاحظتوا 90% من السياسيين. نعم. هم الدراسات القانون. صحيح. ليه؟ لأنه القانون ده المادة الوحيدة اللي شاملة لكل العلوم الأخرى. صحيح. كيف؟ يعني أنا يجيني زول يقول لي والله يا أخي العمارة بتاعتي دي المهندس ما بناها كويس. أنا حامشي أقرأ. صح. هندسة. صح. حقرأ الخلطة، حقرأ الخرصانة، حقرأ السيخ، حكون ملم. صحيح. يجيني زول يقول لي والله يا أخي الزول ده مات لأنه والله الطبيب أهمل. نعم. حامشي أقرأ طب وحاقر وأكون معلم بكل حاجات العلوم. بالتالي العلوم الاجتماعية، العلوم الأسرية، العلوم التقنية، المحامي يكون شنو ملم بهذه الأشياء، وإلا لا يستطيع أن يقدم أداة في المحكمة. حتى الميكانيكا. نعم. يجيني واحد يقول لي والله عربيتي تعمرت وبعد يومين العربية أخذت دخنة. أنا عشان أمشي المحكمة لابد أن أعرف الشمبر. نعم. لابد أن أعرف الزيت، لابد أن أعرف كل المعلومات الميكانيكية، لابد أن أكون ملم بها. بالتالي أنا أفتكر أن المحامي هو شامل لكل الأشياء. نعم. فإذا ما كان شامل لا يستطيع أن يقدم أداء مميز في المحكمة وإلى آخره. نعم. طيب. نعم. السؤال المهم اللي أنت سألتيه اللي هو المحامي شنو؟ دوره في تطور ونماء المجتمع. طيب. أنا عايز أقول كلام لأول مرة أقوله. أخطر شخصية في هذا المجتمع هو المحامي. صحيح. لماذا؟ في معلومة الناس ما عرفها، في حاجة اسمها الوكالة الخاصة والوكالة العامة. المحامي بالقانون عنده الوكالة العامة، يعني أنا لما نمشي المحكمة أصهر في قضية نيابة عن المدعي اللي هو الرابع الدعوة أو نيابة عن المدعى عليه، أنا هنا عندي وكالة عامة في الظهور. طيب الأخطر وين؟ لما أنا أرد على قضية. نعم. الرد بتاعي ده المحكمة بتأخذ به وتصدر حكم تجاهه. نعم. إذا موكل بعدين قال والله يا مولانا الزول ده أنا ما وكلت أقول الكلام ده والحكم صدر، القاضي حيقول لي والله آسفين، هذا المحامي يمتلك وكالة قانونية هي الخولته يرد على هذه الدعوة، والرد بتاعه اتبنى عليه حكم، بالتالي مسؤوليتك ومسؤوليته تختلف عن القرار اللي صدر من المحكمة بموجب هذه المسألة. هذه. نعم. جانب. الجانب الآخر إنك أنت يمكن أن ترفع أسرة ويمكن أن تحطم أسرة. صحيح. يا إما بجهل يا إما بإهمال. بالتالي إذا كنت ما عارف المسألة معرفة تامة يمكن أن تضيع أسرة، يعني ممكن في قضية تعترف بحق للناس جهلا أو قصدا ممكن تدمرهم وتدمر تدي حق للغير. يبقى بالتالي أنت كمحامي أخطر شخصية في هذا المجتمع. صحيح. يبقى السؤال، هل نحن كمحامين نعي هذا الدور ونعي هذه الخطورة؟ فأنا برسل رسالة لزملاء المحامين بقول لهم اعملوا حسابكم، وربنا بيشوف أي حاجة. بالتالي أنت شخصية خطرة في المجتمع، وأنت اللي بتلعب المحور، وأخطر محاور هذا المجتمع هي الحقوق. نعم. صح. فالحقوق محتاجة لأن زول يرعاها. نعم. نعم. كما ذكرت أستاذ عماد، يعني شخصية المحامي شخصية صعبة جدا. فكيف كان لعماد جلجال بداية دخول مهنة المحاماة وكل الطرق اللي ظهر بها حاليا وهو حاليا الآن مشرفنا في منتصف الليل؟
طيب السؤال مهم جدا. السؤال هو بطريقة تانية، هل المحامي ده بس يقرأ قانون ومواد وكفى، ولا هنالك أشياء أخرى يجب أن تتوفر في الشخصية عشان يقدر يكون محامي؟ أنا بفتكر إنه المحامي ابتداء يجب أن يكون مطلع وملم، والكاريزما بتاعته يجب أن تكون موجودة، والحضور الذهني يجب يكون موجود عشان يطلع لنا محامي مقتدر ومحامي شاطر يقدر يقدم القضية في توبها المطلوب منه. طيب لو ده كل ما حصلوا بالتأكيد حيجهجه منه، حيجهجه زوره، صحيح، حيجهجه باكاته، حيجهجه الجماعة كلها، حيضيع قضيته. وضياع القضية هو أخطر الأشياء، لأنه بيؤدي إلى ربع الأكفة إلى الله سبحانه وتعالى للدعوة ضدك. صحيح. طيب يبقى عماد جلجال، أنا بصراحة شديد جدا ما كنت أصلا أفهم في حاجة اسمها محاماة ولا قانون، كنت متجه للصيدلة، ولكن شاءت الأقدار إنه اتجاهي يمشي للقانون. ولكن عندما أكملت دراسة القانون وجدت نفسي في القانون تماما، وبعد ذاك انتقلت لأشياء أخرى اللي هي حبيتها شديد جدا ولقيتها مكملة للقانون، الإعلام. يعني وجدت إنه الإعلام والقانون كلهم بيتماشوا مع بعض، لأنه أنا كنت مستشار أو أنشأت صحف كثيرة جدا، يعني صحيفة الحرية ومستشار لها فترة من الزمن، ومن ثم صحيفة الصحافة مستشار لها فترة من الزمن، ومن ثم صحيفة الأحداث فترة من الزمن، والرأي العام وجريدة الخرطوم، والآن جريدة جون، وكل الحاجات دي أنا مستشار لها. فدخلنا برضو محاكم كثيرة جدا فيما يتعلق بشنو بالصحف والصحفيين، ولينا جولات مع المرحومين، وأنا يعني أعزيهم كثير جدا، اللي هو صلاح حمادة وسعد الدين إبراهيم. طبعا الحديث معك بيحتاج إنه نحن نقعد ننظم، نعمل خطوات تنظيم. تمام، بالتأكيد. أنت ذكرت إنه المحامي أو دراسة القانون بتتطلب شخصية عندها قدرات معينة. تمام. سؤالي ما بعيد من الموضوع، إنه في بعض الدول ممنوع للأجنبي فيها دراسة القانون. صحيح. وفي بعض الدول ممنوع للأجنبي ممارسة عمل المحاماة أو القانون. نعم. عايزين نعرف الحاجات دي هي مطبقة عندنا هنا في السودان؟ طيب، كل دولة بتنظم قوانينها وتنظم تحديداً مسألة الظهور بتاعت المحاماة. نعم. حتى مش كده بس، الأحكام بتاعتها ذاتها اللي بتصدر في الخارج. صح. كيف تنفذ في دولة أخرى. نعم. طيب في السودان ما بتقدر تشتغل محاماة وأنت أجنبي ما لم تأخذ الإذن من نقابة المحامين. نعم. وبالتالي برضو ما لو سمحنا في الأمارات برضو نفس الحكاية، إنك أنت بتشتغل المحاماة تحت ظل مكتب مرخص للمحاماة. نعم. وطني. نعم. لكن ما بتقدر تشتغل على الانفراد بلد، وهكذا الدول كلها. طيب ده جانب. الجانب الآخر برضو في بعض الدول حتى القضائية، أنت عشان تبقى قاضي لابد من أنك تشتغل محامي وتكون بلغت من السن، سن 40. صح. عشان تقدر تكون زول ماتيور، زول يعني والكولوفايد للمسألة دي، وزول تقدر تحكم. إذا ما مريت بالمحاماة لا يمكن أن تعين في النائب العام أو تعين في القضائية. بالتالي السودان نفس القصة. يعني أصلا نحن عندنا كثير جدا من الناس اللي اشتغلوا محاماة وجوا مشوا القضائية أو مشوا النائب العام، بتلقاهم أكثر خبرة وأكثر ثباتا وأكثر إصدارا لقرارات ناضجة. نعم. لأنه مروا بهذه المرحلة. لكن ده ما بيمنع أنه الناس من الجامعة ممكن تمشي في المجالات الثانية. وفي الحتة دي في سؤال مهم جدا، في ناس بيقول لك أنت ليه ما بقيت قاضي، ليه ما بقيت وكيل نيابة؟ ليه؟ ده سؤال مهم جدا في المجتمع السوداني، المجتمع البسيط بيسأل السؤال ده. بيشوف الزول مثلا عمره كله شغال في المحاماة، هاي يقول لك ليه؟ بحيث انه ما تدرج، ما وصل مثلا لقاضي. ما وصل قاضي، يفتكر انه القاضي دي او المحاماة او النيابة دي هي جزء من التدرج الوظيفي. صحيح. جزء مهم جدا في المجتمع السوداني نوضحها الآن. يا جماعة، أول ما في السودان تتخرج من كلية قانون بتمتحن حاجة اسمها المعادلة. نعم. والمعادلة دي هي الفيصل ما بينك وما بين شنو؟ الكلية. نعم. بعد ما امتحنت المعادلة ليك الخيار، إما أن تمشي النائب العام أو القضائية، وهذه وظائف حكومية بتقدم لها زيك وزي أي زول. نعم. إما أن تمشي المحاماة، والمحاماة نقابة المحامين هي اللي بتستوعبك، يبقى الخيار حقك أنت. يبقى السؤال، هل يمكن يحصل العكس؟ أي جدا، أنا ممكن أنتهي من القضائية، يا إما قدمت استقالتي، يا إما رفضوني، يا إما أخذت المعاش، بجي راجع بشتغل في المحاماة. والعكس صحيح، ممكن أنا أكون اشتغلت في المحاماة كم سنة وأقدم للنيابة أو أقدم للقضائية ويأخذوني خبرات. يبقى المسألة تبادلية باتجاهين، فعشان كده هي خيار فقط وليس عند أي حاجة تانية. نعم. 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 مهمة. طيب أستاذ عماد، يعني نحن بنتكلم من قبل عن تفاصيل مهنة المحاماة. طيب. فلو جينا للجانب الثاني، مهنة المحاماة كما ذكرت أنت إن واحدة من
المهن الأكثر نبلا والأكثر يعني، يعني أنت بتكون في بين كفتين طيب. يا الحق أو الباطل تماما. فمهنة المحاماة هل بتتعلق بالعواطف؟ طيب شوف، مسألة العواطف دي أصلا في أي مهنة هي جزء من الإنسانية صحيح. لا يمكن الإنسان ينفصل عن العواطف. يعني هسه لو جينا مثلا للطاهر إبراهيم، مش في الإخلة بتاعت المباني دي، نعم طاهر إبراهيم بيقول لك فارقيه دربي أنسيه حبي أخليه قلبي، نعم مش إخلة؟ إخلة العواطف صح؟ مش إخلة؟ طيب مسألة العواطف موجودة جدا، لأن بس فيها إشكالية حقيقة في المحامي. نحن بنضرب مثل دائما ما بين المحامي والدكتور. لو أنت اشتغلت عاطفيا بالمحاماة معناه تغمست شخصية موكلك، وهذه من أخطر الأشياء في قضية في مهنة المحاماة، إنك تتغمس الشخصية بتاعت موكلك. إذا تغمست الشخصية بتاعت موكلك معناه أنت فقدت الكاريزما بتاعتك، فقدت الشخصية بتاعتك بتاعت المحاماة. وإنت مطلوب منك شنو في المحاماة أصلا؟ طيب المطلوب منك في المحاماة إنك تقدم قضية للمحكمة بالطريقة المنصوص عليها في القانون. كيف؟ يعني أنا عندي الولد بتاعي بيقرأ في المدرسة، الأستاذ اللي بيدرسه خريج ثانوي عالي وأنا خريج جامعة، بالمنطق أنه يجب أن أدرسه أفضل من الأستاذ خريج الثانوي العالي. ولكن توصيل المادة، الأستاذ هو بيعرف يوصل المادة بالطريقة أفضل مني أنا، بالتالي أنا بوصل المادة القانونية، القضية القانونية أفضل من شنو؟ من أي زول تاني، لأنه بوصلها بالطريقة الصحيحة. ودي طبعا فيها نقطة جميلة جدا طبعا. فالراجل طبعا لما جاء في المحكمه والمحامي قال الخطبه بتاعته ان موكلي وان موكلي وان موكلي، طبعا قال كلام ساعه. فالراجل بعد شويه قاعد يبكي، موكله ده بتبكي ما لك رجال على الكلام اللي قاله المحامي. لا قال انا مظلوم، الظلم ده كله ما عارف. يعني الكلام اللي قاله المحامي الظلم في الظلم ده كله فينا انا وانا ما عارف. مرات بتحصل يعني تكبير للمواضيع وتهاويل، بمعنى انه الضحيه او الموكل بيكون ما بيستحق القدر ده كله من الكلام. هو طبعا دي كثير جدا، احنا عندنا في المسلسلات موجوده، لكن عندنا في القانون في السوداني ما موجوده. يعني تضخم المساله يعني ما الكلام ده موجود ليه؟ لانه في النهايه بتحكيم النصوص، في النهايه بتحكيم دليل، وعندنا نحن طبعا مبدا قانوني في الاتهام مثلا في الجرائم الجنائيه، المتهم بريء حتى تثبت إدانته ودون شك معقول. فحتى التمثيل في الحاجات دي يعني ما بديك شنو، ما بغير لك وصف الجريمة ولا بغير لك شنو، يعني بديك درجة أكبر شوية. فبالتالي كلما كنت جاد، كلما كنت عملي، كلما كنت مشيت في الطريق أو في الطريق بتاع بوصلك للهدف بتاعك، كلما كان أنت وصلت بطريقة كيف تعمل بريزنتيشن، كيف تقدم قضيتك للمحكمة بالطريقة المختصرة المفيدة. ودي بتذكرني طرفه برضه من زميلنا الله يرحمه ويغفر له اسمه كامل عبد الرازق. فكامل عبد الرازق ده بيسال اسئله كثيره جدا. فيوم القاضي خط القلم قال لي يا استاذ شوف عندك سؤال واحد بس، اخر سؤال. قال لي جدا يا ولا مشكله وين؟ سؤال واحد؟ قال لي سؤال واحد. طيب اقول انا الف باء جيم دال. ففي النهايه قدر من سؤال واحد يسال 28 سؤال. صح. فانا داير اقول التصرف السريع في اللحظه الحرجه، كيف انك انت تقدر تعمل الحاجه دي. فدي حاجه واحده. الحاجه الثانيه من الطرائف الجميله جدا برضو، فتره التمرين هي بالفتره بعد انك انت لما تيجي تمرن في المحاماه بتقدم عند الاستاذ وبيسجل الاستاذ هو يكون اتم 10 سنه صحيح. فمن الطرائف انه المحامي تحت التمرين ما بيجوز له يصر في المحكمه الا بصحبه محاميه اللي تدرب معه. نعم. فعندنا زميل هو فتره التمرين فمشى المحكمه وزنقوه زنقه شديده جدا، فلما الزنق ما لقى مخرج قام قال لي مولانا انا عندي طلب داري اقدمه. طلبك شنو؟ قال لي مولانا حسب القانون قانون المحاماه لا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يسخر الا بصحبه محاميه، وبما انني محامي تحت التمرين لا يجوز لي الظهور عليها التمس المحكمه الموقره انه جلسه اخرى. فخارج من المساله ده مشروع بتاع محامي صح؟ نعم ده مشروع بتاع محامي، كيف يقدر يتصرف بطريقه في فقرات الغانية بطريقه قانونيه. نعم. يعني ما بطريقه بتاع التدليس، لا طريقه قانونيه. فتخرج من المساله عشان كده لازم يكون في مواصفات معينه للقبول لكليه القانون، منها درجه الذكاء العاليه، يعني ما يتركوها بس للنسب بتاعه الشهاده السودانيه. هو 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 في اخطر من كده. نعم. يعني انه انا نسبتي دخلتني قانون ما خلاص مش قانون. وين الرغبات؟ ما في رغبه. اي عمل بدون رغبه، اي كليه بدون رغبه شخصيه، في فرق بين الرغبه الشخصيه ورغبه الاسره. صحيح.
فإذا ما كانت الرغبة الشخصية لا يوجد إبداع، لا يوجد كفاءة، لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد. لكن إذا كان في رغبة شخصية للمسألة كثير جدا، لأنه نحن عندنا مشكلتنا جماعة في السودان والذي لازم يقرأ طب هندسة. هندسة خلاص لو ما هنا يبقى ضابط. صحيح. يبقى ضابط. أيوة. لكن محامي دي ما واردة. لا محامي ما واردة، القاضي ما واردة، النيابة ما واردة، وإن كان هسه الأيام دي شوية بقت تشوفي، لكن صحيح. الرغبة في المجال، الرغبة ذاتها يجب أن تكون مصحوبة بالمعلومة. نعم. يعني ممكن يكون أنا ما عندي أي معلومة فكرة عن المسألة دي، يعني كل الناس صعبة السودانية كثير جدا يقول لك يا أخي المحامية دي الحرامية، حرامية في شنو؟ يقول لك أنت عارف الزول مقاتل، اللي بيمسك القضية شو؟ سؤال مهم جدا. صحيح. محاور كثيره حنتكلم فيها بالتاكيد، وحنعرف طرائف وحنعرف قضايا. نعم. تكون ان شاء الله يعني كانت حاضره اكيد في المحاكم بالتأكيد. السودانيه بالتأكيد. بس نحن حنطلع فاصل اعلاني اول ونرجع نتواصل في سهرتنا مره ثانيه ان شاء الله. مرحبا بكم متابعينا في كل مكان عبر منتصف الليل، والحديث اليوم عن القوانين أو القانوني كمهنة وممارسة ودور في المجتمع، إضافة لأنه الحريات الأساسية نحن بدينا طريقة بتحتاج لقوانين ولرجال من القانون يحموها. حماية الحريات والحقوق والديمقراطيات برضو محور كبير إن شاء الله إحنا حنتطرق به. سعيدين جداً إنه إحنا نتواصل معك أستاذ عماد جلجال المحامي. إحنا كانت وقفنا في محور مهم وبنتكلم، لكن عايزين نمشي لحتة التأثير الظروف الاقتصادية على السلوك العدواني في المجتمع، خصوصاً وإن إحنا مصادرنا عرفتنا إنه أنت بكرة عندك قضية خطيرة جداً. إحنا ما حنتكلم فيها طبعاً لأنه فيها يعني ممنوعات برضو، إنه القضية المتحكة ما مفروض تنشر. صحيح. لكن من خلال شغلك، هل لاحظت ازدياد معدل الجريمة نتيجة للضغوط الاقتصادية؟ طيب ده سؤال ممتاز جداً بصراحة. لو لاحظتوا إنه جريمة القتل هي من الجرائم الكبيرة جداً، ويمكن يكون في الآونة الأخيرة أصبحت التداول في الصحف أو في الميديا القتل في لأتفه الأسباب أو لأقل الأسباب. نعم. وده دليل خطر جدا في أنه الروح بتاعت الإنسان أصبحت يعني قيمة بتاعتها قلت. ليه؟ في رصيد، في تلفون، في 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 حاجات كثيرة جدا، في مقاومة لحاجة بسيطة جدا، الإنسان يطلع سكين طوالي شو يطعن. نعم. الثقافة ذاتها اللي بتاعت حمل السكين كأداة قاتلة خشة جديدة ما كانت موجودة. نعم. يعني ثقافة خشة جديدة وإنه حمل السكين واستخدامه في أتفه الأشياء ده كان حاجة جديدة. فلو لاحظت الطالب بتاع جامعة مدرومان والطالب وكم بيت وكم خطف شنطة وكم كم كلها أدت إلى وفاة وفيات. فدي للأسف الشديد أنا ما أعرف أقول شنو، لكن يعني من المسائل المزعجة جدا. فيبقى السؤال، هل هي انفراط أمني؟ واللي هي لعدم تطبيق القانون التطبيق السليم، واللي هي لعدم تجديد القانون في إيقاف الجريمة، كل الحاجات دي متضافرة مع بعض. ولكن الجريمة لا يمكن أن تقف ولا يمكن أن تقل ولا يمكن أن تحد بالقانون فقط. نعم. صحيح. إنما أشياء أخرى كثيرة جدا متضافرة مع بعض. التعاون في القبض على المتهم. نعم. واحدة من الأشياء مهم جدا، يعني زول في الشارع بيصارعوا فيها، للأسف في متغيرات ما كانت بنعرفها، إنك بتعايل ليها والموتر بيتغاوم فيها، ما بزول بيتصرخ، ما بزول بيجي ينجدها. صح. الناس بتتفرج دايم بس. بتتفرج. دي متغيرات في المجتمع ما كانت موجودة. المشي بالليل في أماكن مظلمة والتلفون برضو دي ما كانت موجودة. مغرية لأنه شنو؟ خطف. كنت في ارتكاب جريمة. نعم. إحنا بصراحة شعب غريب جدا، يعني تلقى الزول فقير جدا لكي شايل تلفون ب 25 مليون، في 50 مليون، بصراحة يعني ما تتناسب مع حياتنا. استخدام للتلفون في اي اماكن، في الحافله اسمه اخر محطه، اسمه اخر مكالمه، اخر مكالمه، اخر مكالمه، اخر مكالمه، يعني انت في الحافله شغال بالتلفون، فجاه زول تلقاه خطف التلفون مش في اتجاه المعاكس.
زايد أخطر من ده، نحن في التلفون بنتكلم كل أسرارنا المنزلية، كل أسرارنا الخاصة بنقولها في المكان العام باستخدام التلفون. ده برضو أدى لشنو؟ لجرائم، لمتابعة معلومات، للدخول في بيوت من ناس نتيجة لهذه المحادثة. لمعرفة ناس إنه والله بيجي بيقول لك أنا فلان الفلاني هو لقط الكلام ده من وين؟ بالتالي المتغيرات الحاصة دي هي زادت من حجم الجريمة، ولكن الجريمة الكبيرة مش الجريمة الصغيرة. حتى في جرائم تانية أصبحت غير مرئية والمجتمع بيعاني منها، هي الجرائم الغير منظورة والغير معاقب عليها القانون، وهي جرائم اللي تتعلق بالأسر. الميديا برضو في جرائم بترتكب بطريقة غير مباشرة عبر هذا الهاتف. وكثير جدا في ناس ما بيعتقدوا إنه لحد الليلة عندنا قانون اسمه قانون الجرائم المعلوماتية وبيعاقب على المشادي. فبالتالي الثقافة القانونية مهمة، ولكن التشريع أولا والقانون والتطبيق إذا ما تكاملوا مع بعض لا يمكن القانون أن يكون نافذ، لا يمكن أن يكون له دور فعال، لا يمكن أن يكون موجود. طيب أستاذ جلال، يعني نمشي لنقطة مهمة جدا. ما سر ارتباطك أنت كعماد جلال يعني بالقضايا الخاصة بالقتل، المادة 130 بالترافع عنها أمام المحكمة؟ طيب في سؤال ثاني هو بطريق مع سؤالك ده مهم جدا، كل الزول بيزعلوا لنا يقول لك يا اخي انت طبعا عشان هو جدا برامج احتاج عليه انه يختار السؤال طيب ما انا عشان شو، لانه في سؤال كثير جدا بيرد في المجتمع السوداني. يا استاذ عماد جلجال، زول قال لك انا قتلت ويهيد السكين ويهود الدم وطعنوا 5 طعنات، بتدافع عنه كيف؟ صح، نفس السؤال بس بطريقه ثانيه. سؤال منطقي حقيقه، يعني سؤال منطقي. طيب للاسف الشديد الأحكام اللي بتصدر من المجتمع قبل صدور القانون للجهل بالقانون هي الأخطر. طيب عندنا قضية مشهورة جدا في سنة 76 من أشهر القضايا اللي هي قضية مهمة يجب الشعب السوداني كله يكون مطلع عليها. قطر في الجنوب ماشي في سكة حديد في الخريف، في الخريف المياه بتكون بين 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 بين, بين, بين سكة بين سكة حديد. بدون ما أخذ الضان بيقعد فوق وين؟ في القضيب بتاع سكة حديد. جاء القطر دهس الضان ده كله قتله وقف، نزل سواق القطر، صاحب الضان شال السكين وضعنه حكاية 11 طعنة في نفس اللحظة ومات السواق، مات. لما جاء المحكمة، طيب ده الزول اللي معترف والسكين في يده وقتل، كيف تدافع عنه؟ أدافع عنه لأنه بريء، لأنه بريء بفهمي أنا القانوني بريء، لكن بفهم المجتمع كيف يكون بريء؟ كيف يقتل؟ طيب أبو رنات قال كلام جميل جدا، قال الزول ده لما طعن صاحب القطر طعنه نتيجة لاستفزاز شديد مفاجئ اللي هو قتل البهايم، والبهايم في هذه المنطقة تمثل الحياة بالنسبة للإنسان. صحيح. بالتالي رد الفعل بتاع الاستفزاز بتاعة القتل هي اللي خلته يقتل القطر. قال ننقل الكيس ده نجيبه الخرطوم، هل رد الفعل بتاع زول ساكن في الخرطوم بهايمو قد كرر قطر هي نفس رد الفعل بتاع زول هناك؟ لا، الكلام ده بيعرفه منه؟ بيعرفه المحامي، لأن القانون بيقول كده، بيقول الاستفزاز الشديد المفاجئ هو واحد من الأسباب اللي بتخلي الزول ممكن شنو، ممكن يكون بريء، أو ممكن يكون الجريمة من جريمة بتاعت قتل عام إلى جريمة بتاعت شبه قتل عام. فعشان كده دائما انت اللي بتحدد المسائل دي، لأن القانون خدت لك شنو معايير محددة لكل جريمة. واحد اثنين، كثير جدا يا جماعه بنشوف الجرائم البشعه اللي هي شنو، 11 طعنه 15 طعنه، التقطيع من الجرائم المؤلمه. صحيح، اي جريمه عندها دافع، اي جريمه عندها دافع. كلما كانت بشاعه الجريمه كبيره كلما كان الدافع اكبر. واكثر الجرائم بشاعه عندنا في السودان هي جرائم الشرف. صحيح. يعني لما تلقى زول قطع صديقه او قطعه في شوال او انتقم منه او الى اخره، اعرف انه شنو، اكيد في دافع كبير خلاه انه يعمل الحاجه جدا. وفي الغالب الدافع هو الشرف كثير جدا. فدي المسائل الخطره اللي هي اللي نحن بنلاحظها، لكن المواطن العادي ما بيعرف ليه. انا بعرفها ليه؟ لانه من خلال شنو، الحته بتاعه الجريمه، كيفيه اداء الجريمه، الاداء المستخدمه، ومكان استخدام الجريمة في جسم الإنسان هي اللي بتحدد القصد الجنائي للزول الجاني. طبعا الحاجة دي بتخليني
أتكلم عن جانب مهم بالنسبة لحياة المحامي. نعم. كونك تكون معروف بأنك أنت بتدافع عن قتلة. نعم. لأنه المجتمع هو بيحكم على الموضوع من وجهة أنه والله زول شال سكين وقتل وكذا. نعم. فبتبقى لك زي الوصمة يعني وصمة. نعم. عيب أنه. نعم. والله مثلا أستاذ جلجال متخصص مثلا في, نعم. في قضايا القتل 130 كيف مع الموضوع. نعم. ده وهل بيكون عنده تأثير عليك على المستوى النفسي؟ طيب طبعا من اخطر الاشياء بطريقه ثانيه برضو. ايوه دي مشكلتي انا. معلش خذ راحتك. لما تكون في المحكمه نعم وينطق بالحكم حكمت المحكمه حضوريا على المتهم بالاعدام شنقا حتى الموت. لو كنت متمرس حسب ما تفضلتي انت تكون بالنسبه لك حاجه عاديه جدا. نعم حاجه عاديه جدا. يعني ما هو الحكم شنو يصدق بالاعدام. نعم وما بيهزك في حاجه وتلقى المحامي بيضحك. أيوة. واهل المتهم والمتهم كلهم خلاص رقدوا سلطه. بعدين بيكونوا دايرين قروشن رقدوا سلطه. لا لا اهل المتهم. المتهم هو صدر الحكم شنو؟ صدر الحكم بالاعدام. وانت كمحامي بتضحك. عادي جدا جدا. ليه؟ نعم ده الفريق هنا. انا زي الدكتور لما يحصل حادث حركه والزول مكسر والدموم بتاعته أهل المكسر ده بيكونوا متنشنين. صح. عايزين الدكتور يتنشن معهم بنفس الفهم بتاعه عشان يحسوا على الأقل هو حاسي بهم. حاسي بهم. وإذا ما تنشن معهم كأنه ما شغال بهم. وهو بالنسبة له ده بيشن عادي جدا جدا. صح. ما في حاجة. وهو إذا تنشن ما هيقدر شنو يعالج بنفس الفهم. أنا إذا تنشنت مع أهل المتهم في الإصدار الحكم بتاع الإعدام محكمة صدر الحكم بال الله كل الناس هتكون متنشئ. انا اكون عادي جدا. عادي ليه؟ لانه انا عارف انه الحكم ده فيه درجات بتاعت استئنافات. صحيح ودرجه استئنافات قابله جدا انها تغير الحكم ده من اعدام الى شبه اعدام الى 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 الى. نعم. فدي الحاجه الكثيره اللي بتخلي الزول مطمئن. زايد انت بتكون مطمئن لشغلك اللي اشتغلته في المحكمه انه شغل كان ايجابي ولا ما ايجابي. وليه القاضي انت بتعتقد انه الزول ده بريء والقاضي أدانه؟ ليه؟ لأنه عندنا مقولة في القانون إن القانون حمل أوجه. صحيح. فأنا ممكن أحمل وجه والقاضي يحمل وجه آخر والقاضي ذاته يحمل وجه محكمة الاستئناف تحمل وجه آخر. بالتالي نحن بنقول والله القضية زي العمارة. هي أربعة طوابق. نعم. الطابق الأول هو محكمة الموضوع. الطابق الثاني محكمة الاستئناف. الطابق الثالث المحكمة العليا. الطابق الرابع المحكمة العليا مراجعة. الطابق الخامس المحكمة الدستورية. يبقى إذا الطابق الأرضي ما قوي الطابق الثانية لا تستطيع أن تشيل القضية. نعم. ليه؟ لأنه النظر في محكمة الاستئناف والعليا والآخرية ما بيسمع شهود جديدين. بيحكموا حسب ما هو موجود في المحضر بتاع الدعوة اللي اتعمل قبيل في أثناء الشهور. بالتالي أنا بكون مطمئن جدا. يلا السؤال الأهم من ده كله. هل أنت عاطفيا متأثر بالمسألة دي ولا الحكاية بتنزعج ولا محامي بتاع قتلة ولا لا؟ ما كده. ليه؟ لأنه نحن ما عندنا جريمة بدون دافع. والدافع مرات بغير وجه الجريمة. في حاجة اسمها الدفاع الشرعي. في حاجة اسمها المعركة المفاجئة. في حاجة اسمها الاستفزاز الشديد المباشر. في حاجة اسمها القانون الاستخدام القانون ذاته الحق القانوني. وكل واحد عندها شروط وشروط كثيرة جدا. المواطن العادي ما بيعرفها. بعرفها أنا. يعني أنا زول قبضني وضغطني كثير جدا وأنا قمت كمتهم طعنته ثلاثة طعنات عشان أتفك منه. وحجم الزول ده كبير حجم الزول دي كلها تفاصيل ما بيعرفها المواطن العادي. بالتالي نحن ما بنتأثر بالكلام والله إنه يخدم محامي قاتل جنه يدافع عن شنو 130. لا ما كده. في ناس كثير جدا مظالم. في ناس كثير جدا يعني في ناس توفوا في يدهم يعني ما بقول لك قصبا عنهم لكن أقدار. بالتالي كل ما كانت التفاصيل عندك انت كمحامي كل ما كان بيجي الزول ريلاكس كل ما كان انك درست القضيه. مرات ممكن تكون المساله يعني ما في اي نفس تقوم تخليها. لا تدافع عن المتهم. ليه؟ عشان ينال محاكمه عادله. صحيح. امتداد لسؤال الميسون. أيوة. يعني لما كان قلت لك اللي هو الانطباع. أيوة. بمعنى انطباع الناس الحوالين جلجل. أيوة. الناس اللي ما بكونوا عارفين تفاصيل المحاكم ما بكونوا عارفين يعني الهيلمان اللي بتكون حاصلة في المحاكم ما بكونوا عارفين يعني الموكلين انطباعهم شنو عن جلجل. الحاجة اللي عارفينها أول بتكون ظهر ليه منه جلجل بس متخصص قتل 130. طيب شوف دائما من الطرائف الجميلة جدا انت ما بتعرف الحاجة دي مهمة إلا لما تنزنك إلا أكتب زول
يعني لما تكون عندك زول مزنوق بتفتش للمحامي منو اللي بيشتغل الشغل ده بطريقه بيرفكت، بس سؤال. وفي نفس الوقت بتفتش للمحامي اللي عنده خبره في هذا المجال. ففي زملاء كتار جدا، زملائنا عندهم خبره في مجال 130 كتير جدا. فلما تكون انت داير انك انت يمثل لك الاتهام او داير يمثل لك الدفاع، بالتالي بتجيب الزول اللي عنده خبره في هذا المجال. يعني في ناس بيشتغلوا شرعي بس، في ناس بيشتغلوا شركات بس، في ناس بيشتغلوا كله شرعي وشركات والى اخره وجرائم وقتل والى اخره، لكن حتى جرائم الغتل عندهم من القضايا الكثيره جدا في المكتب، بالتالي بيكونوا يتمرسوا في هذه الجرائم بطريقه عاديه ويكونوا معلومين ومعروفين. نعم. عشان كده الناس بتلجا لهم لما تكون محتاجه لهم، لكن لما تكون ما محتاجه لهم بتقول نفس الكلام. نعم. وطبعا يبقى نعم. للمتهم الحق في الدفاع عنه لحد اخر مرحله. نعم. نعم. احيانا المحاكم هي اللي بتعين محامين، يعني في حال انه المتهم، في متهمين بيرفضوا المحامي، لكن احيانا بيكون او ظروفه ما بتسمح له انه يعين محامي. احيانا بعض المحاكم هي بتعين محامين. ممتازه جدا، ده سؤال مهم جدا، ودي معلومه يعني احنا يجب انه نثقف بها الناس، وده كلام سؤال ممتاز جدا. طيب. شكرا والله، شهاده احتز بها. تمام جدا، ممتاز. مقدم برامج وقانوني. نعم. نعم ممتازه جدا. طيب في الجرائم الخطيره، اللي هي الجرائم الخطيره مصنفه بشنو؟ اللي جرائم العقوبات الاعدام دائما. يفترض اي شخص جريم عقوبه الاعدام يكون عنده محامي. نعم. طيب اذا انا ما عندي قروش صح اجيب محامي؟ المحكمه ملزمه انها تعين لك محامي، وفي حاجه قسم في النائب العام اسمه الليجل ايد او العون القضائي. طيب. المحكمه تصدر خطاب للنائب العام عشان يعين لك محامي ويجي يدافع عنك ما لم ترفض انت تقول انا ما داير محامي. نعم. انا ما داير محامي. ومش كده وبس، وفي جرائم القتل لو انت قلت في المحكمه انا مذنب، المحكمه بتكتب غير مذنب. غير مذنب. بالتالي زي ما تفضلتي استاذه ميسون انه في الجرائم دي لازم المحكمه يكون محامي. وليه يكون محامي؟ عشان الكفه بتاعت العداله تكون موجوده، وفي القانون المحاكمة العادلة يجب أن تكون تبرز كل دفعاتك عشان لما يصدر الحكم يصدر الحكم بطريقة عادلة وكفتين الميزان يكونوا متساويين. نعم. نعم. نعم أكيد أستاذ يلي، نحن مستمرين في محاورنا وكمان مستمرين في حلقتنا، بس هنطلع فاصل إعلاني ثاني ونرجع نتواصل مرة ثانية. متواصلين معكم متابعينا عبر منتصف الليل، وحديث عن القانون والقانوني والقوانين، والحديث هو سهل وشائك في نفس الوقت. يعني احنا بنحاول يا محمد يعني بنقول معلومة غلط صحيح. لأنه أكيد الغلطة في بعض القوانين كبيرة جدا صحيح. لازم تكون يعني ملم بكل القوانين صحيح. والمساحة دي مساحة يعني تثقيفية وتوعوية لكل الناس اللي بتتابعنا حاليا صحيح. عبر برنامج منتصف الليل. امتدادنا لحوارنا أستاذ جلجال، يعني من الواقع الاجتماعي أو الضغوطات الاجتماعية الحاصلة حاليا، بنشهد عدد مقدر من النساء حاليا الآن حول الغضبان. هل هذه نتيجة يعني للضغوطات الاجتماعية أم هي شماعة فقط؟ هي العوامل كثيرة جدا بالمناسبة صراحة. يعني دخول الجندر أو دخول المرأة في عالم الاستثمار، في عالم التجارة، فيه خطر كبير جدا لسبب واحد. نحن مجتمع ما زلنا نتعامل مع المرأة بأن هي ما بتفهم حاجة في التجارة، وإن هي ما عندها علاقة بالتجارة، وقد تستقل لأنه مرات هي بتتعامل بطيبة أكثر من الرجل. نعم. فعندنا أمثال سودانية إحنا ما قاعدين نشتغل بها. حرص ما تخون، اشتغل نصك عاقل نصك مجنون، لكن بطبيعة المرأة العاطفية، المرأة العاطفية وأخوان ويتحاسبوا تجار. يتحاسبوا تجار. عشان كده كثير جدا من النساء كتبت شيكات، وللأسف الشديد الشيكات رجعت، وده كله راجع ليه؟ راجع لما قاله عبد العزيز المبارك: ما كنت عارف. ما كنت يا ريت كنت عارف. فبقول لك انا ما كنت عارف، ما كنت متخيله، ما كنت ده ما فيد.
والقانون لا يحمي المغفلين. لا، والجهل بالقانون ليس بعذر. فعشان كده مشكلتنا الكبيرة جدا في أنه بندخل العواطف، بندخل العلاقات الاجتماعية في المسائل القانونية اللي التي لا تحتمل هذه الجزئية، والنتيجة الأوتبوت بتاعها الحراسات والسجون وإلى آخره. طبعا المرأة دي مشكلة كبيرة جدا في المرأة، لأنه تتعامل بسجيتها، بطبيعتها، بصيغتها. هو الموضوع أنا بحاول ألقى له مدخل لحساسيته في المجتمع. إحنا ما زلنا مجتمع بنرفض الاتخاذ القرار الواحد في الارتباط بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للبنت. فعندك موقف معروف فيما يخص أمر الزواج العرفي. هو طبعا دي من أخطر الحاجات الموجودة الآن، وللأسف الشديد أنا مر علي موقفين أو ثلاثة مواقف فكانت محزنة جدا. الموقف الأول جوني ولد وبيت، فقالوا لي عايزك تعمل لين عقد بتاع الزواج عرفي. قلت له والله انتوا حبابكم عشرة جدا، ما عندي ما عندكم بطاقات؟ جيبوا بطاقاتكم جدا. ها جاهزين؟ قال لي جاهزين. طيب يا جماعة كده خدت الكرة وطا نتكلم برواقة شوية. يا أستاذة انت عايزة تزوجي زواج عرفي؟ قالت لي يعني. طيب لو عايزة تطلقي منه أو عايزة تطلقك هطلقك كيف؟ واحد، وإذا اتزوجت عرفيا ما أنا عملت لكم العقد ومشيته، مشيته شقة، وبكرة حصل لك حمل، هتجي تقولي لأهلك شنو؟ صح. والحمل ده إذا طلع ولد هتتقول لهم شنو؟ طيب وليه ده كله لزومه شنو؟ هل أمكم وأبوكم رفضوا ليكم عشان يزوجوكم؟ ما تمشي لهم عديل يزوجوكم، المشكلة وين؟ مش كده وبس، القانون أتاح لكم فرصة كبيرة جدا، ودي معلومة أنا أقول على الهواء مباشرة مهمة جدا. إذا الزوجة رفض أبوها يزوجها عندها الحق تمشي المحكمة، وإنه تطلب من المحكمة إنه المحكمة تزوجها. صحيح. أصلا لا زواج إلا بولي، والولي إذا رفض ما عليه كيفه، القانون خدت له حلول برضه. المحكمة تمشي المحكمة وتطلب إذن زواج، والمحكمة تستدعي الأب أو الولي وبتسأل سؤال مباشر المنعك شنو من انك توافق على تزويجها. اذا وجدت المحكمه انه عنده مبررات شرعيه ومن ضمنها واهمها الكفاءه، انه الزوج ما كفء للزوجه، وجمع الدلائل وكل الاثباتات على هذه المساله، المحكمه ايضا بترفض شنو التزويج. اما اذا لقته والله رفضه غير مبرر، عاطل جنسه كده ما نافع وفلان بيسكر مبررات كلها شنو ما مغنعه ما ماشي مع الشرع ما عنده علاقه بالكفاءه، المحكمه حتتجاوزه وحتديها الاذن عشان المأذون يعقد ليها وانتهى الموضوع. مشكله وين؟ ولكن دائما نحن مجتمع لا ينفصل عن بعضه. صحيح. انا وجهه نظري الشخصيه وقلتها اليوم، انك انت اذا عكست امك وابوك في انك تتزوج، ركز معي كويس، الزوجه قد يضطهدك. بيقول لك اذا هو قدر يخسر امه او هي قدرت تخسر امها او ابوها بسهوله عشاني انا، يبقى من السهوله بمكان يمكن ان تخسرني انا بكره. فده كثير جدا حصلت، وحصلت زيجات وطلاقات بهذا المستوى، وحصلت زيجات بالمحكمه لما جات راجع البيت واختلفت مع زوجها قالوا ليها امشي المحكمه اطلقي زي ما اتزوجتي. فدي واحده من الحاجات المؤسفه جدا. الثانيه، واحد عرض عليها انها تزوجها زواج عرفي، فكانت بتسالني انه الزواج العرفي ده حيتم كيف؟ قلت لها هو قال لك شنو؟ قالت لي هو قال لي انه نتزوج وما نكلم اهلي ولا اهلك. قلت لها طيب حيعقد عليك بمأذون وقدام ناس وحيولم ولا ساي؟ قالت لي لا لا لا. قال لا لا، وانت فاهمه شنو؟ قالت لي انا فاهمه انه حيمشي يكلم اهلي وكذا وكذا، وبعدين بس اولاده ومرته شنو؟ ما يعرف ما يعرف. انا فاهمه كذا. قلت لها مش هسال السؤال ده. فمشى سألت السؤال، قال لا 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 لا، لا اولادي يعرفوا لا اهلك يعرفوا. قلت لها انت كده فهمتي؟ قالت لي فهمت. ده شنو؟ قالت لي ده ما زواج عرفي ولا زواج سري، ده عباره عن زنا مغلف. يبقى قلت لها انت اصحي وارجعي، لانك والله انت ماشيه في خطر، بالتالي امشي عيدي حساباتك واقطع علاقتك مع الزول ده وامشي بطريقه دي. لكن الان ودي الحاجه المؤسفه، الناس زي في مطالبه في المجتمع السوداني انه المراه تاخذ حريتها وتتزوج بطريقتها تمشي بطريقتها. يا جماعة الكلام ده يس ممكن، هو ممكن ما يمنع، والمرأة ممكن من حقها، دي حقوق بتاعت مرأة، ولكن نستصحب معانا المجتمع السوداني. صحيح. في عادات نستصحب معانا عاداتنا، ونستصحب معانا تقاليدنا، نستصحب معانا ديننا. في حاجات كثيرة يجب أن تكون موجودة يعني، لأن هي التماسك بيناتنا، وخلط الأنساب من أخطر الأشياء.
خلط الانساب من اخطر الاشياء، وزي ما شايفين لسه في المايجوما وزي ما شايفين في الحاجات دي كلها كلها جايه لشنو؟ للانفلات. فعشان كده التجديد على المراه، المراه الان انا افتكر انه في احسن الاوضاع في العالم في السودان. زمان ما في زول محامي بتبقى مرأة يقول لك انا مرأة بتبقى محامية بتاعتي، مستحيل. الان بالله في معظم المحاميات شاطرات جدا، والمجتمع السوداني العقلية بتاعته انتقلت تماما من انه والله يمشي للمحامية وده عادية جدا جدا. بالعكس زمان يقول لك تحكمني الراجل بيجي يخط عصايته في الترابيزة يقول لها هالمرأة للقاضية تحكميني انت، والله حنراي مرة ما تحكمني. لا الان بيجي يمتثل، الان المرأة في الضرائب بيجي تزينك انت كراجل، تزين لك زي ما زي ما عارف بمزاج. اصبحت المرأة موجودة، المجتمع السوداني ارتقى، ادى المرأة مكانتها، ادى المرأة اتعلمت وخدت مواقع كده، فبقت المجتمع ماشي. طيب ليه احنا نرجع لورا؟ ليه نفكك اسرنا؟ ليه نشتغل بحاجات إن ما حقتنا، مجتمعات ما حقتنا؟ عشان كده أنا أفتكر إنه الزواج العرفي يجب أول حاجة أنت تعرف أهمية هذه المسألة وخطورة هذه المسألة والخلط بين الأنساب، وما تفقد أعز اثنين عليك هم أمك وأبوك لأنه ما رضوا، أقعد وأغنعهم. لأنك إذا فقدتهم بتفقد الراجل يوم من الأيام. صحيح. كلامك ذاته إضافة لكلامك أستاذ، يعني محتاجين توعية، محتاجين حتى من الأهل من الأسرتين على الأقل، يعني التكاليف العالية بالنسبة للزواج على الأقل المفروض الناس تكون حريصة جدا على إنها بأبسط الإمكانيات، بس نحن حاليا بنمر بفترة صعبة جدا، فعلى الأقل خلي أولادك أو بناتك يعني بالحاجات بجود بالموجود، ما في المبالغة في تكاليف الزواج، الصالة الفلانية كده، الحاجة الفلانية كده، عشان ما الأولاد والبنات إليوا للحاجة الثانية دي. ولا كيف؟ والله طبعا فيها طرائف كثيرة جدا، فيها واقع مؤلم للأسف الشديد. والله أنا أقول لك في طلاقات بنت على هذه المسألة. نعم. طيب أنا أوريك، أنا اشتغلت 5 طلاقات بهذا المستوى. الحاجة مؤسفة إنه التنازل عن المرأة كثير جدا بيحصل في سبيل إنه تبني بيت أسرة. هذا الفهم قد لا يجد قبول من الرجل للأسف الشديد، وانعكاسه مرات بيكون سلبي. يعني أنا بعرف زولة، أنا جيت طلقتها من الزول، لكن في النهاية دفعت له. لا دافع حق العقد، لا دافع حق الصالة، ولا دافع حق الغداء، ولا دافع أي حاجة، وخلى في رجله وقالت ادوني 50 مليون. ده التنازل اللي حصل من المرأة بفهم إنها دارت تكون أسرة، بفهم إنها والله دارة تبني، بفهم إنها دارة تقصر الظل بتاع المسألة دي، بفهم إنه والله يا أخي طال أنا ما عندي محقنا واحد ليه ما نبني أسرة. لكن التقدير من جانب الرجل للأسف بيكون احتقاري أكثر من إنه احترامي. صلي ذلة. نعم. يعني أنت معرسيني باختصار. انت معرسين. وفي جانب ثاني انا بتذكر يعني من الطرائف جدا، فواحده جات تطلب الطلاق بطريقه غريبه جدا، هو ده الجيران وهي مريوقه جدا وهي معرساه، فبيجي بتزاه داير. انتقلت لي من مرحله انها دايره ما قادره تديه ولا تديه، بعد شويه انتقلت لي خوف اكبر، خوف خطر جدا، انه اذا لقى واحده عندها قروش اكثر حيمشي لها. نعم. فدي إشكاليات حقيقة يعني مؤسفة جدا وفهم خاطئ. نحن نقول للرجال يا جماعة لو الزوجة شقالة ولو الزوجة أبدت حسنية، لو الزوجة المرأة دي قدمت ما عندها يجب أن تقابل بالإحسان. نعم. ولكن إذا كان تقابل بالإحسان يبقى تغي شر من أحسنت إليه حنوديها وين؟ نعم. هتكون موجودة. فيجب أن نعي هذه المسألة عشان نكون أسرة سليمة. صحيح. نعم. طبعا أستاذ عماد، الحلقة أبدا ما تخيلتها تنتهي بالسرعة دي، إحنا وصلنا لختام الحلقة ولسه عندنا محاور كثيرة، وحيكون عندنا وعود أنه كل فترة تكون عندنا استضافات قانونية. نعم. نلقي من خلالها الضوء على النقاط المجتمعية، لأنه في جانب مهم جدا اللي هي جانب التنازل عن الحقوق القانونية. إن شاء الله إحنا بنوعد المشاهدين بحلقة كمان في نقطة مهمة، يعني إن شاء الله محتاجين، يعني هل المجتمع السوداني أو الأشخاص السودانيين في السودان هل ملمين بكل القوانين؟ إن شاء الله يعني اللي قدام حنرتب ليها بحيث إنه تكون في شكل بتاع جرعات أو كبسولات تكون حاضرة معانا إن شاء الله هنا من خلال بنا السوداني 24. والله أنا ذاتي فوجئت بأنه زمن مضى سريع، لكن يبدو إنه طيب. لكن يعني أنا أشكركم جدا لهذه الحلقة لسبب واحد، للأسف الشديد يا جماعة نحن عندنا قصور إعلامي كبير جدا في الثقافة القانونية. نعم. ويجب أن نكون كلنا يد واحدة في أنه نقدم خدمة للمجتمع، أنه والله الثقافة القانونية هي الضمان وهي الواجبة وهي المهمة عشان نعرف حقوقنا وين ابتداء، حتى كان زوجة نعرف النفقة بتاعتنا ونعرف الرضاعة. صحيح. ونعرف الحضانة ونعرف ونعرف. نعم. ونعرف قبل ما نخش في أي ليلة. نعم. نعرف حقوقنا وين في. نعم. نفس الوقت كان أنا كمستاجر أعرف حاجاتي وين، أنا كبائع أعرف حاجاتي وين. فمحتاجين لثقافة قانونية عشان نقدر نسير
ونقدر ما نخسر حاجاتنا كلها. واتمنى انه نكون احنا جزء من هذه المجله، ونحن على استعداد في كل وقت ان شاء الله، وندعم هذه القناه بقوه أكيد. انه نقدم حاجه قانونيه، واتمنى ان سهرتنا الليله تكون شنو يعني فيها جزء من الاستفاده. شكرا جزيلا الاستاذ عماد جلجال المحامي والمستشار، شرفتنا وسعدنا جدا باستضافتك. ايضا مشاهدينا سعدت جدا انه انا اكون جزء من هذه الحلقه للاضاءات القانونيه الكبيره اللي احنا القينا عليها الضوء. شكرا جزيلا محمد المحتصم لهذه الرفقه المأمونه. شكرا لك يا ميسون، وكمان شكرا لاستاذنا استاذ جلجال، وشكرا كمان لكل الناس اللي تابعوا حلقتنا اليوم من خلال سهره برنامج منتصف الليل. بكره ان شاء الله فريق عمل جديد ويوم جديد، تصبحوا على خير. في امان الله.